ومتابعينا بصباحنا وهلأ رح نروح إلى فقرتنا التالية. تزامنا مع الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة، يتزامن مع تدشين حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة من 25 الشهر تشرين الثاني إلى 10 من كانون، وهي المبادرة مدتها 16 يوم من النشاط، بتختتم في اليوم الذي تحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعشرة كانون. حتى نحكي أكثر عن الحملة وعن أهدافها وأبعادها، أيضا بصرنا نرحب بضيفتنا عزة الكردي، استشارية أسرية ومدربة تنمية بشرية. صباح الخير عزة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحك عزة. خلينا نحكي هيك بشكل موسع عن الحملة، حملة العنف ضد المرأة. هذا الموضوع يلي طبعا تطرقنا له بعدة فقرات ولقاءات، ولكن هلا على أرض الواقع هو ينفذ، خلينا نحكي عنه. الحقيقة هي الحملة كل سنة تقريبا بصير في توجه لهذا الموضوع، لحتى نحن بس بتصير عن طريق المنظمات، عن طريق المؤسسات، على أرض الواقع الناس بتحاول إنه هي تقدم شيء لهي المبادرة كونها هي مبادرة وحملة. فنحن لنقدر ندعم المرأة أكثر فالمفروض يكون في عمل على أرض الواقع أكثر، إضافة إلى دائما بعض الأشخاص والناس واللي بهمهم الموضوع واللي هن الحقيقة العين عليهم منبر مثل حضراتكم كإعلام أو شيء له تأثير عن طريق السوشيال ميديا، فبتم التوجه لهذا الموضوع لحتى نكون في دعم أكثر لهي الحملة، وهي عبارة عن مبادرات، محاضرات، توعية. دائما يعني هذا العمل هو الحقيقة مو بس بهي الحملة، يعني لما الإنسان بده يتوجه للمرأة، نحن من اختصاصا بدنا نتوجه دائما لدعم حقوق المرأة، خلينا نقول مو بس بوقت الحملة، طبعا نحن دائما شغالين بكل الأوقات، لكن بهي الفترة بصير التوجه أكثر لحتى نسلط الضوء على هذا الموضوع. عزة خلينا نحكي، يمكن كثير في من السيدات بتتعرض للعنف ولكن هي بتخاف تلجأ لحدا، بتخاف تنضم إلى جمعية، وبتخاف يمكن تخبر عن هذا الموضوع بينها وبين حالها حتى. خلينا نحكي يمكن هي الفئة هي بتشكل نسبة كتير منيحة بالمجتمع، نحن كيف دورنا، كيف عم نحاول نجذب هي السيدات يلي هن كتير مظلومات بالمجتمع؟ نعم، هلا بدايه هو ليش اللي كان بصير في توعيه لهذا الموضوع. اولا التوعيه في الى عده مناحي وعده اهداف، من خلال الحمله ومن خلال ايام السنه العاديه، لما دائما المراه هي بتحاول انه يكون عندها بحث دائم عن تطوير ذاتها، بحث دائم عن ارتفاع تقديرها لذاتها، انه بدها تعرف شو حقوقها وشو كمان هي عليها واجبات لتقدمها لنفسها وللاخرين وللمجتمع ولعائلتها بشكل عام. فبالتالي هون من هذا المحور نحن بننطلق، فبتصير هي المرأة كعضو بالمجتمع وكإنسانة قبل ما تكون أي شيء ثاني مفروض تعرف شو إلها وشو عليها، وبنفس الوقت إنه هي تقدر إنه تسخر هذا الشيء وتسخر إمكانياتها وتعرف إنه في مين عم يكون معها وفي مين عم يدعمها. دور الجمعيات ودور المؤسسات هو دور كتير كبير، عم يحاولوا قدر المستطاع انهم يغطوا شريحه كتير كبيره من النساء، خلينا نقول اذا المعنفات، يعني فرضا فينا نقول المعنفات اللي هن الى الان ما بيعرفوا انه في كذا شكل للتعنيف، حتى ما عم يقدروا انهم هن يوصلوا صوتهم او رسالتهم، وبعض الجمعيات عم تغطي هذا الموضوع، مشكورين اكيد. نعم، خلينا نفوت بمصطلح العنف ضد المرأة، المصطلح الواسع. احيانا بس نسمع العنف ضد المرأة بنعرف انه هو التعنيف الجسدي، بننسى الجانب النفسي اللي هو معنف اكثر حاليا من الجسدي. يمكن التعنيف الجسدي يعالج اكثر، يعني بيقولوا بسيط، ابسط من النفسي. النفسي له اثر ومدى بعيد، نحكي عن هذا الموضوع. أكيد التعنيف، نحن بنعرف أنه التعنيف بالصورة العامة أو العنف هو سلوك
لفظي أو جسدي بيؤذي الآخرين شو ما كان هذا السلوك. صحيح. فبالتالي لما أنا بدي أتوجه بسلوك مؤذي بالضرورة أنه ما يكون سلوك جسدي. يعني اليوم العنف ما هو بس يفهم أنه أنا زوج ولنفرد أو أي طرف من أطراف المجتمع، هو ممكن يكون بسلوك يعني جسدي مادي. لكن اليوم نحن عنا شيء أكبر من هيك. نحن لما منعاني من عنف نفسي، من عنف عاطفي، من عنف غير ظاهر للعلن، هذا الشيء كتير بيأثر لأنه هو آثاره وندوباته على الجسم كتير بتعمل مشاكل، وبالتالي ممكن أن تؤدي إلى مشاكل مرضية. فبصير عندنا ضعف بالصحة الجسدية، ضعف بالصحة العقلية ربما، لأنه كله مرتبط مع بعضه. لما بيكون في كله توازن بيكون كله منسجم مع بعضه، فنحن كجسد مادي، كجسد مشاعري، مطالبين أنه نحن نحافظ عليهم. فهذا التعنيف يلي بين قوسين وراء الشكل الظاهري يمكن لأي علاقة أو لأي سلوك أو لأي شيء نحن بنشوفه عادي، ممكن هو يكون عم يعمل ندوبات، وهذا الشيء المرأة ما بتنتبه له بداية. يعني نحن كثير بنركز على الموضوع النفسي، لأنه اليوم الموضوع النفسي هو جسدنا. اليوم المرأة لما عم تتعرض لعنف وهي عم تمشي الأمور، هي من دون ما تنتبه هي عم تتعنف، هي بعد فترة كل شيء في تراكمات صارت في جسدها هي حتظهر للسطح بعد فترة وحيصير في مشاكل. فنحن كثير بدنا ننتبه كنساء انه لهذا الموضوع. نعم عزة، خلينا نحكي لما يكون في مثل لقاءات خلينا نسميهم او مؤتمر. نعم. او اجتماعات مع هي السيدات، اكيد في بيكون من جميع الاختصاصات موجودين. صحيح. ليشاركوا بشوي اصلاح العطل الداخلي. نعم. بداخل اي سيدة تتعرض الى العنف، خلينا نحكي عن ابرز الاختصاصات وعن حملات التوعية اللي يمكن بتخص تعداد الاولاد كثير، اهمال النفس، وخاصة هلا عم نشوف عم يصير في دورات مجانية وحتى من جمعيات كثيرة، وحتى عم يعطوا السيدات المواد الأولية وحتى مبالغ مادية لتبلش من الصفر بعملها. نحن اليوم كيف دورنا؟ كيف بنوعيها؟ إن كان من الأمراض، إن كان من الحالة الاقتصادية، وإن كان من تقوية النفس. هلا نحن في بيكون عندنا توجه دائما، كل عناصر المجتمع، كل أطياف المجتمع رح تتوحد لما بتكون هي عندها الإصرار وعندها النية الصادقة، لأنه نحن نقدر نخدم المرأة، وبالتالي نحن عم نرفع من شأنها، عم نرفع من سويتها الجسدية النفسية، عم نرفع منحاول أنه نحن ندعمها بكل المجالات. كل واحد من مكانه، كل إنسان من منبره بيحاول أنه هو يقدم الشيء اللي عنده. فبالنسبة للاختصاصات دائما بتلاحظي أنه الإنسان المعنف هو بحاجة أكثر شيء لدعم. يعني هو أولا بده يكون في عنده استشارات نفسية أكيد، كمرشدين نفسيين واستشاريين نحن بنوجههم أنه أنتوا دائما نحن بندعمكم، بناخذ الاستشارة، بناخذ الحالة اللي هي عم توصل فيها لأنها تكون معنفة. ليش؟ يعني شو الأسباب؟ شو هي جذور المشكلة عندها بالعالم؟ هل هي في نفسها شو عندها مشكلة؟ فبالتالي بتصير هون في بعض مراحل أنه نحن نرفع لها تقديرها بزادة. في نقطة كتير مهمة، ممكن يكون العنف وهو بنمر عليه سريعا من الأسباب اللي بتعمل هذا الشيء كمان. هلأ بوقتنا الراهن الأزمات المالية والاقتصادية، هذا الشيء كمان كتير بيأثر على موضوع التعنيف، وخاصة بين قوسين التعنيف الأسري والتعنيف ما بين الزوجين. فهذا الشيء كتير مهم. فكرة أنك أنت تمكني المرأة اقتصاديا مثل ما تفضلتي، بعد الجمعيات عم بتحاول أنه تدعم المرأة وتقدم لها لحتى مثل ما بيقولوا تثبتها بمكان، وبعدين هي بتنطلق. هون أنت دعمتيها، رفعتي مكانتها، خليتيها تشعر بتقديرها لذاتها وثقتها بنفسها، فبالتالي هون بصير في عندها انطلاقة بالمجتمع، وبتحاول أنه هي تنسى، يمكن توصل لمراحل أنه هي تتطور. هذا التطور كتير بيساعدها أنه هي تتجاوز هاي المشاكل اللي مرقت فيها. وإجباري طبعاً رح يكون في من ضمن عملنا، ممكن بيكون بنقدم محاضرات نحن توعية وجلسات دعم نفسي لهي المواضيع. بنحاول نقدم محاضرات لحتى نفهم الناس شو المفروض أنه أنتم السيدات. وشيء ثاني كمان هو أنا بحب ألفت نظره لإله، هو الجانب القانوني، اللي هو نحن بنعرف أنه صار في تعديل للقانون الأحوال الشخصية، وصار في كتير شغلات بتأثر وبتدعم المرأة وتمكنها تعديل للقانون. فبالتالي حلو أنه المرأة تعرف
واجباتها وتعرف حقوقها القانونية وتعرف شو هي اللي بتقدر انه تحصل عليه، لانه اليوم باذن الله نحن بنطمح انه يصير في تطور اكثر للامور شوي الشائكة اللي فيها دعم للمرأة اكثر. نعم، يمكن الامور القانونيه يمكن اعطت المراه حقوق، يعني خلينا نقول ما فيه حدا يتجاوزها، سواء كان زوج او اخ او اب، يعني بغض النظر. لكن خلينا نحكي عن المراه يلي هي بطبعها ما بتحكي، تعنف ولكن هي ما بتحكي، وهذا الموضوع ممكن يتطور. قد ايه مهم وقت نحن نلجا لاستشاريين اسريين يكون في ادباره للبدء بالتفاصيل، لانه اذا بلشت بالتفاصيل ممكن نوصل لنتيجه، لانه اذا ما حكيت ما في نتيجه. الحقيقه هاي المشكله مشكله عصريه، مشكله الخوف، الخوف اللي بكبل المراه، الخوف اللي بخليها دائما انه عندها هي انه انا ما بدي احكي، انا ما بدي اقول، انا اذا حكيت ممكن انا يصير في شماته للناس، ممكن اذا حكيت ممكن انفصل. دائما الاحتمالات السيئه ودائما كل السيناريوهات تكون وارده بذهنها دائما لما بيكون عندها هي مبدا الخوف. احيانا الصوره لانه نحن تبرمجنا انه نحن بحياتنا انه في عندنا المراه عندها خوف. نحن بدنا ما بدنا ننسى انه نحن لازم نركز على نقطه هون مهمه، انه نحن في لما انت عم تيجي توصلي لمرحله التعنيف من التعصب الجنسي اللي هو التفرقه بين الذكر والانثى، ونحن عم نميز دائما الذكور، عم نعطي الصلاحيات اكثر لإلهم، فهون صار عندنا في مقارنات. فنحن دائما بمجتمعاتنا العربيه اسفه للكلام انه دائما عندنا مقارنات، الذكر هو فوق الانثى تحت، فبالتالي بتلاقي عندنا نحن دائما صراعات اذا فينا نقول. وهي هاي هلا نحن بنقول انه نحن مع تطور الوعي ومع صحوه المراه بلشت ننظر لهي الامور وتعرف الفروقات فيها حقيقه، لكن نحن دائما بنطلب منها انه هي تتحرر من الخوف، هذا الخوف اللي مكبلها. انا تعرضت لاذيه، انا تعرضت لتعنيف، لازم احكي. انا اولا واخيرا لازم ادعم نفسي واستشير، ويكون في ناس كثير هي عم تدعم المراه وعم تكون واقفه معها، هي بتسلمها بدايه الطريق وهي بتكمل. دائما الانسان، يعني بحب اقول لكل النساء انه دائما المراه في بدايه الموضوع بتكون عندها خوف، خلينا نحن نكون متجردين شوي من الخوف، خلينا نكون نحن دائما عندنا ايمان انه نحن حتى هذا الخوف ممكن مرات لما بيطلع هيك فجأة او لما بيكون هذا الشعور اللي دائما كابتنا، نحن لازم نفهم انه هاي رسائل، لانه نحن لازم نحرره، لازم نوصل لمرحلة انه نحن ما بقى نخاف من اي شيء، لانه اي شيء حيكون بتفعليه انت وبتحاولي انه انت تصدريه للاخرين هو بيكون متملك فيكي، فبالتالي انت كل ما كنتي واثقه من نفسك وبتعرفي تماما انه انت نيتك صافيه، تعرضتي للعنف المفروض انه انت ما تسكتي. نعم، خلينا بالختام عفوا نتطرق لموضوع كثير مهم. مثل هيك مؤتمرات او تجمعات وبتحوي عدد كثير كبير من السيدات المعنفات ولكن محميه بين الحيطان هيدا التجمع، هل عم يكون في حمايه من القضاء السوري؟ عم يكون في محامين لحتى يوعوا السيدات؟ واي سيده يمكن طرحت مشكلتها انتوا عم توعوها، ولكن انتوا فيكم تحموها، تامنوا لها سكن، تامنوا لها عمل، تامنوا لها حياه كريمه بعيده عن العنف، يمكن يتعرض لها الزوج ان كان ولا الاخ ولا الاب، يتعرضوا لها مره ثانيه وتوصل المرحله الى القتل لانه طلعت عن شورا مثل ما بيقولوا. لا، دور الجمعيات ودور المؤسسات ودور المؤتمرات، نحن دائما هن شغلنا انه هن يوجهوا المراه. في اكيد جهات مشكوره هي بتقدم الدعم، بتقدم في حال انه حدا لجأ لهم انه امراه معرضه تعرضت لتعنيف، ممكن انه هن يلبوها خلال فتره معينه، خلال يوم او يومين، لكن فكره انك انت تقدمي شيء للمراه، نحن حكينا انه في كثير ناس عم تقدم هاي الموضوع، عم تقدم الدعم المادي، لانه اليوم لما المراه هي بدها تتعرض لتعنيف ولنفرض من زوجها وبدها تطلع على عند اهلها، بدها تطلع مثلا تكون الى استقلاليتها، هي المفروض انه هي تبلش تعتمد على حالها. قد ما كانت الجهات الداعمه عم تقدم لها الدعم، لكن هي بالنهايه ما رح تقدم لها الدعم لمدى الحياه. فبالتالي هي بدها تدعم نفسها بنفسها، هي بدها تحاول انه تشتغل على حالها، يعني بدها تحاول انه هي تستلم بدايه الطريق وتحاول انه هي تمكن حالها قد ما بتقدر وتعتمد على نفسها وتشتغل. ما زال ما بقى لهم دور المؤتمرات والجمعيات، لكن اذا نحن ما بدنا نحميها مدى الحياه من الحماية
نحن بنقدم لها الدعم. كيف بدنا نشجعها انه هي تطلع وتحكي مشكلتها تطلع ولكن تحكي مشكلتها بجوز ما بقى تقدر ترجع على بيتها؟ اكيد هلا هي بدها تكون اشوفي لك هلا هذا كثير حديث طويل حقيقه، يعني حديث كثير طويل بياخذ له كثير مناحي، لكن الشيء الاساسي اللي انا بدي ركز عليه، انا لما بدي اكون واصله لمرحله اني انا بدي اطلع احكي عن موضوع معين او تعنيف معين، اوريدي انا بدي اكون اخذت قراري. انا مهمتي كاستشاريه او كداعمه نفسيه لإلها، انا مهمتي اني انا وجهها، مهمتي اني انا اقعد معها مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن هي من حالها اذا هي ما بتقدر انه هي تكون عندها قرارات بحياتها لتقدر توقف هذا العنف اولا، يعني العنف لما هي لما انا 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 كيف بدي اعرف انه هي معنفه؟ هي اللي بدها تطلع تحكي. نعم. يعني نحن اليوم عم نحاول انه نحن نخلق جواتها القوة اللي هي موجودة فيها، أي أنثى بالكون هي عندها قوة كاملة وعندها قوة رهيبة، فبالتالي أنه لما أنت بتعرفي حقوقك تمام وبتطلع بتحكي فيها، وقد ما كانت الجهات الداعمة لإلك هي عم تدعمك مرة واثنين وثلاثة وبتحميك وبتوجهك لمحامي، ممكن محامي يجي، ممكن تكون في مؤسسات أو جمعيات عم تكون هي تساعدك، لكن هي ما رح تغطي يمكن هاي الأعداد الكبيرة من الناس، فبالتالي نحن تضافر الجهود اكيد، وهذا الشيء انت مشكوره عليه، لما اليوم نحن بنطلب من المؤسسات وبيكون عندنا هذا التوجه انه دائما لا نحن نتضافر جهودنا اكبر انه لا نقدر انه نوفر على الاقل هي الحاجيات الاساسيه للمراه، مشان قد ما بنقدر انه نحن بنخدم يعني قد اكيد. نعم. يعني بالختام معك عزة هيك كلمة، خلينا نقول ما رح نقول نصائح لأنه نحن ما حنوجه النصائح بقدر ما حنوجه الحلول ونقول الكلمات، تفضلي. أكيد هلأ دائما النصيحة هي بتكون إلى شقين، نصيحة ممكن من خلال النصيحة أنت تنطي الحل. فنحن أول شيء مشكورين على طرحكم الموضوع، وقت كتير توقيت كتير مناسب، نحن لازم نكثف جهودنا خلال هاي الفترة. يمكن أنا رسالتي بوجهها للذكور يمكن من هذا المنبر الكريم، لأنه الذكور هن يمكن مشكلتنا نحن بالحياة دائما أنه نطمح أنه يكون في عنا دائما مشاكل وندية مع الرجال. نحن لازم يفهموا الذكور أنه سيكولوجية المرأة تختلف عن سيكولوجية الرجل، وبالتالي هذا الاختلاف هو اللي عم يعمل هي المقارنات بشكل دائم. جذور المشاكل الأساسية اللي عم تخلق العنف بالمجتمع لازم نحن نحاربها أساساً، البرمجيات المختلفة، التعصب اللي بين الذكر والأنثى رجاء للأهالي للأمهات للأباء من نطاق الأسرة الواحدة، لا تعملوا هذا الخلل من هن صغار، حاولوا انه انتم مو بالضروره الشيء اللي تربيتوا عليه انتم انكم انتم تنفذوه على ارض الواقع، جيلكم شيء وهذا الجيل شيء ثاني، الوعي تماما بيختلف. نحن هلا بدنا نساعد بعضنا كلياتنا من فرد واحد. نعم. بيبدا، وبالتالي المراه لازم بتكون قويه وتحكي. نعم. لازم بتكون تحكي دائما. اكيد عزة، نحن كثير بدنا نتشكرك وبنتشكرك على هالطرح، ولكن اكيد بنطلب من الجهات المختصه انه هي تحميها للمرأة أكثر وتأمن حقوقها أكثر. شكرا كثير لك. يا أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.